السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مباشرة من شاطئ الصخيرات الأوائل مع الأواخر ديال التجهيزات المنزلية. اللهم بارك، آخر مكان في السوق وحنا كنتواجدوا بالجنبات ديال قصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات. الناس ديال الفيلات هنا والناس ديال الشقق والناس ديال الديور، كنقول لكم مرحبا بكم عند الجوهرة. جوهرة من جوهرة الصخيرات، لا بيرل دو الصخيرات، هنا قصر المؤتمرات. وكنا في الاتجاه ديال صباح بيروت وغادي نخرجوا للطريق الساحليه، وبغيت نعطيكم لوكاليزاسيون ونقول لكم ارتاحوا لي شويه، لان مع التجهيزات اللي عند خويا عبد العالي الثمن جد مناسب والجوده موجوده واخر ما كاين في السوق. ركزوا معايا مزيان، حنا طالعين من جهه البحر وغادي نلقاو الطريق الساحليه عندنا هنايا، على اليمين طريق ديال بوزنيقه وعلى اليسار طريق ديال وادي كم، وإلا كملنا نيشان غادي نطلعوا للطريق الوطنيه رقم 1 شارع الحسن الثاني. شارع الحسن الثاني واللي غيدينا مباشره ديك الساعه الا درنا اللي من عاود غادي نلقاو الاتجاه ديال البساتين والياسمين والمنظر الجميل، وإلا درنا على اليسار غادي نمشيو في اتجاه المركز المدينه في اتجاه بارد المغرب اتجاه محطة القطار صخيرات. هذا هو اللي كاين الاخوان، فغادي نكملوا بكم المسار والطريق راه ما بعيداش بزاف، وعلى حسب النقطة اللي كتواجدوا فيها غادي تسهل عليكم لوكاليزاسيون في اتجاه خويا عبد العالي. حتى جيتي اخويا الفران، الثلاجة، التلفازة، السامسونج، الاير جي، الايكولينك، الهامبورغ، اخر ما كاين في لي مارك فعندنا في لابير دو صخيرات بأثمنة جد جد مناسبة. أثمنة جد مناسبة في انتظاركم، ما عليكم غير تلتحقوا بلابير دو الصخيرات. وكما كيقول خويا عبد العالي ديما والشعار ديالو اللي هو اللي تقالت عليكم خففت علينا، وهذا الشعار عنده مجموعة من المزايا ومجموعة من الإيجابيات بالإضافة للهدايا. الهدايا اللي كيكونوا عندنا في لابير دو الصخيرات زائد طومبولة للجوائز ديالها، القيمة ديالهم المالية كتجاوز 40,000 درهم. تقديتي من المحل وشاركتي في الطومبوله وكنتي من الربعه الاوائل، فربما تجيك تلفازه 75 بوس ولا ثلاجه صاد باي ساد اولا ماكينات الصابون اولا فران على حساب القرعه او شنو غيجي فيك. فاللهم يسر يا ربي والله يسخر الجميع، تهادوا تحابوا، هذه رساله ديال الرسول عليه الصلاه والسلام. ومن باب لابير دو الصخيرات كاينه الهديه خاصة، هدية خاصة بالزبناء ديالنا الأوفياء، فكنقول لكم مرحبا بكم وإن شاء الله ما يكون غير خاطركم. شفتوا معايا أنا مشروع النور، الناس ديال النور، قلنا لكم ناس الشقق ديال الديور، الكربون، كذلك الحي الذهبية، الناس ديال البحر سواء داخل الصخيرات أو خارج مدينة الصخيرات وفين ما كنتوا فالتوصيل كاين، مرحبا ما عندكمش المشكل. مباشرة كنطلوا دابا على شارع الحسن الثاني طريق الوطنية رقم 1. ملي غنوصلوا للرون بوان غندورو على اليسر، وإن فوا غندورو على اليسر غنلقاو دخيلة على اليمين غنمشيو معاها. تحية لرجال الدرك الملكي على المجهودات اللي كيقوموا بها على مستوى مجموعة من النقاط. هذه هي الدخيلة اللي غيدخل معها دخونا، غندخلوا معها حتى حنا إن شاء الله. وكنقلبوا الاتجاه على اليسار واحد 50 متر تقريبا، ومن تحتها التأمينات مباشرة كنلقاو لابير دو الصخيرات. هذا هو المحل ديالكم، فمرحبا بكم. لابير دو الصخيرات عند الأخ عبد العلي عزمي، دائما الجديد والسلعة آخر ما كان في السوق أثمنة جد مناسبة، فمرحبا بكم والله يسخر الأمور. إلى هنا مشاهدينا الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.